النهاردة حابة أكلمكم عن الخدمات اللي احنا بنقدمها في عيادة الجلدية. طبعا بنقدم خدمات تجميلية زي حقن البلازما. عارفين حضراتكم ان البلازما بنحقنها للشعر وللوجه، في الشعر لحالات تساقط الشعر مختلف أسبابها، وللوجه للتفتيح والنضارة. كمان عندنا خدمات الميزوثيرابي مع الدرمابين. الميزوثيرابي لأنواع كتير، أهمهم طبعا التفتيح والنضارة وكمان علاج الزوائد الدهنية، تمام؟ كمان عندنا ميزوثيرابي لتساقط الشعر، وده ممكن احنا نحقنه مع البلازما. في خدمات علاج الأمراض الجلدية طبعا من ضمنها حقن الثعلبة، ده جلسة بنعملها كل شهر، وكمان علاج السقاليل بالعلاج البارد اللي هو الكي البارد أو الكرايوثيرابي. كمان عندنا خدمات التقشير. التقشير طبعا ليه أنواع كتير، بس أهم نوع منهم هو التقشير البارد اللي احنا بنعمله لعلاج التصبغات الموجودة بالبشرة. أتمنى تشرفوني في أي وقت، ومنتظرة حضراتكم. شكراً.